وتريث، بيحاولوا ان هم يسحبوا لاعبي بتروجيت لقدام شويه، اللي عاملين تكتل دفاعي كده في بدايه من وسط الملعب. دايما بنشوف بتروجيت لما بيفقد الكره كل لاعبيه بيرجعوا للخلف كده، وادي الكره خطره خطره خطره، والهدف الاول، الجول الاول للنادي الاهلي. حلوه حلوه حلوه، ميدو اسامه بيسجل الهدف الاول للنادي الاهلي. ويفرق ايه الورد عنك غير انه واخد جماله منك يا عمنا ميدو؟ حلوه قوي، ميدو اسامه بيسجل، وصوره للذكرى، واحلى صوره واجمل كوره. والاهلي بيسجل الهدف الاول في مباراه اليوم علشان يتقدم بهدف مقابل لا شيء. كره حلوه قوي، وادي اللمسه، ادي بقى اللي بقول لحضراتكم عليه، ادي محمود حمدي صنع يعني اسيست رائع جدا، تحرك رائع للاعب محمود حمدي، وعلى طول ميدو اسامه اللي اخذ الكره وسجل بيها الهدف الاول للنادي الاهلي في مباراه اليوم علشان يتقدم الكونفدراليه. وطبعا كانت من نصيب العملاق والكبير النادي الاهلي. ترجع الكره مره ثانيه، ادي هجمه حلوه للاهلي ناحيه شمال، وادي التصويبه، يا ولد يا ولد يا ولد، ايه الكره دي، وايه الهدف الحلو ده، وايه التصويبه الجميله دي، وهدف ثاني للنادي الاهلي في مباراه اليوم. يا سلام على التصويبه الحلوه، ويا سلام على الهدف الرائع جدا في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. وكريم الدبيسي بيسجل هدف رائع جدا، يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، بيتلقى التحيه من زملائه، وايه التصويبه القويه دي، ده سدد صاروخ، وهدف ثاني الراجل ما قدرش يعمل لها حاجه، محمد عادل، ادي التصويبه، يا ولد بالقدم اليسرى قويه قويه قويه، رايحه في الشمال، وعلت الامال وفرحت الدنيا كلها، وجماهير الاهلي سعيده بهذه الاهداف الجميله للنادي الاهلي في مباراه اليوم مشاهدينا الاعزاء. كريم الدبيسي بيضيف الهدف الثاني للنادي الاهلي البديل في الشوط الثاني. الحقيقه محاوله في هذه اللحظات تتلعب الكره مره اخرى، والانطلاقه الحلوه من اللاعب ميدو اسامه بيلعبها هناك ناحيه الشمال، وادي الانطلاقه الحلوه، يوسف شريف، يوسف اللي اتنقل هناك ناحيه الشمال، يا ولد يا لعيب، عدى حلو قوي، عدى حلو قوي، ماشي، عدى حلو قوي، ماشي، وعرضيه وميسي، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا ولد يا لعيب، يا محمد يا حمدي، يا ميسي بيسجل الهدف الثالث في مباراه اليوم. والوصف مش منصف بالشعر والابيات، ادي الكوره لميسي تحلالك النهايات، هدف رائع جدا لهذا اللاعب المتالق الحقيقه يوسف شريف. وهنا بقى محمد حمدي ميسي، محمد حمدي ميسي، كوره عرضيه حلوه قوي، وادي يا ولد يا لعيب، يا يوسف يا شريف، شوف بقى الصناعه، وشوف المهاره، وشوف الانطلاقه من ناحيه الشمال، وادي العرضيه الحلوه، وادي ميسي، وهوبا، حلوه حلوه حلوه، ثلاثه الاهلي، ثلاثه الاهلي، ثلاثه الاهلي. وادي الراجل بقى محمد عادل امين بيندب حظه في مباراه اليوم، وربنا يكفيك شر الاهلي لما يكون فايق. وادي بقى امامنا ميسي وسجل هدف جميل جدا، يعني الاثنين بقى البدلاء اللي نزلوا الدبيسي وميسي.